استكمالا لتمارين الكارديو قبل الافطار، انهينا تمرين كثير حلو راح تشوفوه كمان شوي. تمرين برضو شوي صعب بس حلو، راح تقدروا تعملوه ان شاء الله في البيت. نركز في التمرين، نركز في العدات، نستمر على التمرين قبل الفطور بنص ساعة، ساعة، ساعة ونص كحد اقصى، وان شاء الله تستفيدوا. اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ويلا على التمرين.